السلام عليكم، مرحبا بكم جديدا. تشوف صلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، اليوم تترككم وصفة الكرنب. إليكم المقادير. نبدأ على بركة الله. عندي هنا نص صدر تاع الدجاج طحنته مع دنوس، فص تاع الثوم. هنا عندي نص حبة طماطيس، هنا عندي حبة بصل صغيرة، حبة بيض، والخبز المرحي. وللتوابل هنا عندي كركم، شوية كمون، فلفل أسود، وفلفل أحمر، والبابريكا، والقصبر، ورأس الحانوت. وهنا عندي نص كانت عندي نص حبة كرنب، هو الملفوف الأبيض، فورته وحصرته في سربيته، حصرته مليح من الماء تاعه. نبدأ على بركة الله. هنا عندي الكرنب الملفوف، ندير لهنايا نص صدر تاع الدجاج رحيته. وهذه الوصفه توجدوها بسرعه. وهنايا عندي معدنوس وفص تاع الثوم، هذول الدجاج كويرات الدجاج. نزيدوا له هنا الحبه تاع البيض، حبة تاع بيض، حبة تاع بيض، نزيدو جوج مغارف خبز مرحي، نزيدو فلفل أسود. التوابل هنا عندي فلفل أسود، شوية كمون، شويه كمون، هنايا شويه راس الحانوت، هنايا شويه قصبر. نديرو شويه بابريكا، نخلطو هاد كاع المكونات، تخلطوهم مليح وتقطع لكم كميه كبيره. هذا غير نص حبه كرنب صغيره كانت عندي في الثلاجه، قلت نديرها. نخلطو كل شيء، نخلطوهم مليح، وهذه الوصفة توجديها بسرعة. راني خلطت كل شيء، وخلي شوية ترتاح الحشو تاعنا، خلو شوية يرتاح الخليط هذا، نخلوه يرتاح. ندوقو على الملح، نديرو شوية ملح ما كتروش. راني خلطتها مليح، نستعمل يدي باه يدخلوا كاع هذوك لي زيبيس، يدخلوا مليح. هاني خلطتهم مليح، نديرهم على جنب. هنا في الطاجين تاعي درت شويه زيت، ندير عليهم شويه بصل، والماء تاعي راني سخنته باه نمرق بيه. هنا عندي هاد الكركاس اللي قلحت منه الدجاج، نديره باه يطلق لنا بنة، باه يطلق بنة. هذا نص صدر تاع الدجاج اللي رحيتو، وهذا الكركاسة قلت نديرها هنايا غنطلق لنا بنة. نديرو عليه نص حبة طماطم، نزيدو نخلطو. والتوابل هنايا عندي
نديرو غير شويه ما باش ما ينحرقوليش التوابل. نديرو شويه فلفل اسود، فلفل احمر وبابريكا، شويه فلفل اسود، شويه كركم، نديرو شويه راس الحانوت. هادو هما التوابل. هنا عندي حمص طايب، دوك من بعد من طيب المرق نرميه، ولي ما عندهاش الحمص طايب ديرها دار وقفه يطيب الحمص. نخلطو كلشي، نخلو غير المرق تاعي يغلي شويه، ونرمو فيه هادوك الكويرات تاع الكرنب. ولي ما تبغيش ديره في المرقه دير هادوك الكويرات ترمدهم في الفرينه وتقليهم، ولا ديريهم في الفرن. انا هذه الوصفه سهله سهله مهله، بالخوف توجديها. نديروا المرق تاعي نمرقو، نخلوها غير تغلي شويه، نرمو الكويرات تاعنا تاع الملفوف، نقلعوا هذيك الكاركاس نقلعوها، خلوها طلق البنه غير تغلي، نقلعوا هاد الكركاسه ونرمو هذوك الكويرات مع الحمص وطيبوا بسرعه. وصفه سهله ماهله، خفيف وظريف، بسرعه توجديها. نديروا الكويرات تاعنا تاع الكرنب، نديروهم في المعرق، النص الاخر دوك نديره نرمده في الفرينه ونقليه. واذا بغيتوا دخلوه من الفرن دخلوه. نزيدو نديرو الحمص، انا عندي هاد الحمص راه طايب. نكملو هاد الكويرات تاوعنا نديروهم كاع، ودوك هادو كنديرهم في المقلة، ندير شوية زيت، يجي واحد الطبق الشهي شهيتكم في الجنة، يجي ولا أروع. ويقطع لكم بنص صدر تاع الدجاج ونص حبة تاع الكرم، يقطع لكم كمية كبيرة. دته ونخليه يطيب، ومن بعد نرجع لكم باه تشوفوا الوصفه جاهزه. كويرات الكرب راهم طابو، من بعد قلحتهم من المرق تاعهم ودرتهم في البلا اللي يدخل للفرن، حمرتهم درت لهم شويه مارغارين من الفوق حمرتهم، بعد عاود رجعتهم في المرق تاعهم. وبالصحه والراحه، والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله.